كابن، هل أنت بخير؟ حسان، لما أنت هنا؟ إنه صديق الدولفين، جئت به لكي يقنعه بالتعاون معنا. إذا لم تفعل ما أطلبه منك سوف ترى العقاب الحقيقي حين أعاقب حسان. ماذا تريد مني بالضبط؟ أريدك أن تقنع الدولفين بأن يخبرنا عن موقع موطنه الأصلي. تريد السيطرة على أسراب هذا النوع من الدولفين؟ هذا ما أريده بالضبط. سأعطيكم مهلة للتشاور بينكم. اشتقت إليك يا صديقي الدولفين. حسان، أخبرني، هل أنت بخير؟ نعم، أشعر أنني بخير لأني رأيتك. لما ورطت نفسك في هذه الأمور يا حسان؟ كنت أريد مساعدة الدولفين لعودته إلى موطنه، فذهبت إلى منزلك وعلمت باختفائك. لا تقلق، الشرطة تعرف هذا وتبحث عنك. لا أعتقد أنهم سيصلون إلينا، أنا هنا منذ أيام ولم أتمكن من معرفة موقعنا. نحن على مسافة 35 دقيقة من المدينة، لقد حسبت الوقت وأنا في السيارة، سوف نجد مخرجا من هنا. أنت متفائل جدا يا حسان. فعلت كل هذا من أجلي؟ نعم، أنا وعدتك بأن أساعدك حتى تعود إلى موطنك الأصلي، ولهذا أقوم بتنفيذ وعدي لك. كنت على يقين أنك لن تتركني يا صديقي، ولكن احذر هؤلاء الرجال، فهم أشرار. لماذا يريد معرفة موطنك؟ يريد اصطياد الكثير منا، ويريد استخدامنا في تجارب علمية لإنتاج لقاح لفيروس قام بتصنيعه. آها، فهمت، سنخرج من هنا، لا تقلق. كان لدي حق عندما بحثت عنك، فهو صديقك ولن يسمع كلام أحد غيرك. لن أساعدك. ستساعدني يا حسان. وإن رفضت؟ معك مهلة حتى الصباح، إن لم تقنع الدولفين بإخبارنا بمكان موطنه سأطلق الفيروس لينتشر بين الناس.